أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا عبر شبكة وطن الإعلامية في حلقة جديدة من برنامج عين على العدالة الذي يقدمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة. عين على العدالة برنامج إعلامي نرصد فيه واقع قطاع العدالة ومنظومة الحكم القانوني في فلسطين، توثيقا وتحليلا ومساءلة بهدف تجسيد سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وذلك في إطار مبدأ سمو الدستور والفصل بين السلطات واستقلال القضاء ونزاهته. الهدف الجوهري للانتخابات بوصفها الأداة القانونية السلمية لتداول السلطة هو تمكين الناخبين من اختيار ممثليهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية بإرادتهم الحرة على قاعدة اختيار البرنامج الانتخابي بوصفه وثيقة تنموية ووثيقة مساءلة تضمن الأداء الأمثل للقوائم الانتخابية الفائزة وتضمن للمواطنين والمواطنات على مصادقة أو على مصداقية التنفيذ لذلك. إن معاناة الشعب الفلسطيني من الانقسام بكافة تداعياته وما ترافق معه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كانت قد أفرزت الحاجة الملحة لابتكار وسائل تضمن احترام نتائج الانتخابات وتعزز السلم الأهلي وتجسد التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الدورية. في هذا السياق يأتي ميثاق الشرف الانتخابي كإحدى الوسائل المعتمدة فلسطينيا لضمان احترام نتائج الانتخابات وتعزيز اللجوء إليها كوسيلة قانونية مشروعة لحل الخلافات بين ألوان الطيف السياسي المختلفة. وفي إطار التحضير للانتخابات المزمع إجراؤها في 22 من شهر أيار القادم، توافقت فصائل العمل السياسي على ميثاق شرف التزمت به كمرجعية تحدد أسس علاقاتها المتبادلة الضامنة لتحقيق انتخابات نزيهة وفاعلة. لقراءة نصوص ومضامين هذا الميثاق ولبيان آليات التزام سائر القوائم الانتخابية به وللوقوف على ما تضمنه وما غاب عنه ولمقارنته مع ميثاق الشرف الانتخابي الذي صدر إبان الانتخابات التشريعية عام 2006، نستضيفه اليوم عبر السكايب معنا من قطاع غزة الأستاذة زينب الغنيمي، باحثة ومستشارة قانونية ومديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة. نرحب بك أستاذة زينب، وأيضا نرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة لميس الشعيبي، مديرة برنامج حوار السياسات والحكم الصالح في مؤسسة مفتاح. أهلا بك أستاذة لميس. يعني نبدأ مع حضرتك أستاذة زينب، يعني بداية كيف تقرأين ميثاق الشرف المتعلق بموضوع الانتخابات، ما له وأيضا ما عليه؟ إلى الجميع ومساء الخير أستاذ لميس، شكرا لتلفزيون الوطن، شكرا لمؤسسة مساواة أيضا على هذا البرنامج. المرشحين القوائم الانتخابية خالفتهم لعدد من النصوص، وهناك بعض المسائل المستجدة والتي طالبوا بها على خلفية أنهم يتمنون ذلك، وهو أيضا هذا وارد في أكثر من، سواء كان في القانون الانتخابي، سواء كان في المرسوم الرئاسي بشأن الحريات العامة الخاص الصادر أخيرا، أو فيما يتعلق بالإجراءات التي تتبعها لجنة الانتخابات المركزية وبهذا الخصوص. وبالتالي لا يوجد الكثير مما هو جديد، سواء أنهم يقولون أننا نوافق على ما جاء في القانون، نوافق على ما جاء في كذا وكذا، ولكن لا يحوي، يعني لا يحتوي هذا الميثاق، لأنه كما ذكرت هي وثيقة أخلاقية، لا يحتوي على ما هو ملزم قانونا وما يمكن أن يتم المحاسبة عليه إلا من خلال ما جاء بقانون الانتخابات وما جاء في هذه التفاصيل. ما عدا ذلك لا يوجد صفة إلزامية، ولنا تجربة سابقة في هذا الموضوع، يعني في عام انتخابات عام 2006
كان موجود وثيق ميثاق شرف أيضا، وتم خرقه للأسف ولم يتم المحاسبة عليه وعليه بهذا الخصوص. رح نحكي أكثر أستاذة زينب، بس بعد إذنك كمان ممكن تحطي السماعات عشان يكون الصوت أكثر وضوحا. سؤالي لك أستاذة لميس، يعني اليوم لما نحكي عن ميثاق الشرف الخاص بموضوع الانتخابات وتوفير بيئة سياسية وقانونية، يعني ما مدى هذا الميثاق على فعلا توفير بيئة يعني سياسية وقانونية ضامنة للمشاركة، مشاركة حرة في الانتخابات؟ شكرا لك أول شيء بالبداية، وشكرا لمساواة، وتحيتنا للأستاذة زينب الغنامي. المضبوط هو ميثاق الشرف، لأنه بيستند يعني بياخذوا هذا البعد القانوني، لأنه هو بيستند لقوانين وقرارات اللي خرجت مؤخرا، كانت اللي سبقت هذا الميثاق، منها التعديلات على قانون انتخابات رقم 1 ل 2007 اللي هو التمثيل النسبي اللي اعتمد في انتخابات الحالية للتشريعية لل 2021 بالضبط. كمان كان في القرار اللي بيستند له، استند كمان لاعتماده للقرار بقانون بما يتعلق باحترام الحريات العامة اللي صدر عن الرئيس، كمان بكافة الإجراءات اللي بتتعلق زي ما ذكرت التأكيد على القانون، التعديلات على القانون، وكمان القرارات وجملة القرارات بقانون اللي خرجت اللي هي دعم لتنفيذ هاي الانتخابات. والأهم بالنسبة لنا احنا كمان كمؤسسات مجتمع مدني، اللي هو القانون اللي بيحمي الحريات العامة عشان يعطي مناخ وبيئة ديمقراطية لممارسة هذا الحق دون أي ممارسات ضغط أو ابتزاز أو تشويه أو أي من هاي الوسائل. القضايا كمان اللي بيعطيها، أنا بفكر إنه يعني هي مظبوط وثيقة أخلاقية، ولكن فيها التزام المرة الوثيقة الشرف للانتخابات الحالية 21 إنه تقريبا معظم الأحزاب وقعت عليها، وفي كمان مجموعة التيار المستقلين، فهذا كمان بيعطيه نوعا ما كمان زخم بالتزام كافة الفصائل. رأيك كنا بحاجة لمثل هذه الوثيقة؟ يعني القوانين عندنا قديش يعني لو كان بمعنى تطبيق القوانين قوي على أرض الواقع، كنا بحاجة لهذه الميثاق الوثيقة هاي؟ هو تحت مبدأ سيادة القانون هو بيكون أكثر، ولكن هو دائما في كل الممارسات الديمقراطية في دائما تأكيد على هذا الميثاق، لأنه هو بيعطي الدعم باتجاه التأكيد على بعض القضايا القانونية الديمقراطية، ومبدأ الحريات هو الأهم. والأهم من هذا كمان أنه ذكر القضايا اللي بتتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات، وهذا اللي هو ميز وثيقة ميثاق الشرف، الاعتماد ل محكمة الانتخابات اللي طلعت كمان بقرار بقانون، وبالتالي مش راح يكون في أكثر مواجهات، اعتماد خلص السلطة القضائية صحيح باتجاه محكمة القانون، فهي الروح اللي بتاخدها هي واستنادها للمستندات القانونية هي اللي بتعطيها الزخم وقوة. صحيح، هاي الصفة. طيب أستاذ زينب، اليوم أيضا في الحديث عن ميثاق الشرف الحالي، اليوم شو الفرق بينه وبين الميثاق الذي أعلن عنه إبان انتخابات عام 2006؟ شو الفرق بين اليوم 2021 وعام 2006؟ وقديش هذا الميثاق يعني له فعالية فيما يتعلق بضمان احترام نتائج الانتخابات؟ نفس الميثاق هو نفسه، لم يتغير تبع 2006، حتى في البنود، في ترتيب البنود، فقط الإضافة الوحيدة انه هناك كان في 2006 13 تنظيم وقع عليه وحزب سياسي، هون تم اضافه التجمع الوطني للمستقلين فصار 14، هذا احد الفروق اللافته. في مساله اخرى هو انه في كان يتحدث القانون عن التزام بعدم حمل السلاح يعني واستخدامه في الاجتماعات العامة. في هذا الميثاق يجرم، في الميثاق الجديد يجرم حمل السلاح، أي أنه يعطي صفة الجريمة. ولكن السؤال هون، وأيضا في بند آخر هو يجرم كمان في بند آخر، بدل كلمة التزام يعطي يعني يقوم بتجريم الحصول على أموال خارجية لتغطية الحملة الانتخابية. السؤال هون أنه عملية التجريم، يعني مرة أخرى عندما نتحدث عن وثيقة لا ترتقي لمستوى القانون،
فبالتالي سواء قاموا بالتجريم أو تحدثوا عن التزام أو تحدثوا عن ضرورة العمل على كذا أو وصوا بكذا، كلها لا ترتقي لمستوى قانون. فموضوع التجريم هو موضوع قانوني ولا يتم وجوده في الميثاق يعني. زينب يعني، ولكن يعني برأيك يعني إنه عدم يعززوا أكثر في الموضوع، بس مش أكثر. يعني عدم وصولها لموضوع أنها تكون مثل القانون، هل ممكن يضعف هذه الوثيقة؟ بالتأكيد بالتأكيد، هذه الوثيقة طالما لم يتم المصادقة عليها قانون أو لم تصدر كقانون، لا يوجد هناك ما يلزم في المحاسبة. هذا هو المثال. فقط ما يمكن المحاسبة عليه هو ما ورد في هذه الوثيقة في القانون الانتخابي، هو الذي يتم المحاسبة عليه. لكن كل ما لم يرد في قانون الانتخابات ضمن هذه الوثيقة لا يرتقي لمستوى قانون ويظل مسألة أخلاقية. على سبيل المثال كمان، أنه هم تحدثوا حول دور الإعلام الحكومي، في حين أنه أيضا في المرسوم الرئاسي اللي صدر حول حماية الحريات العامة تم الحديث حول الإعلام وتم الحديث حول كذا. يعني أنه سواء قانون الانتخابات أو مرسوم الرئاسي الخاص بالحريات العامة جاء بهذا. هلأ خلينا نقول مفيد أنهم أعلنوا التزامهم بهذه الوثيقة بما جاء بالقانون، هذا شيء جيد. يعني هذا أقصى ما يمكن القول فيه. ليش أنا بقول هذا الكلام؟ لأنه خاصة طالما بدنا نتحدث عن المقارنة ما بين وثيقة 2006 والوثيقة هاي، في 2006 كانت هذه الوثيقة بنفس النصوص وللأسف لم تلتزم بها يعني القواعد. بالضبط هذا اللي كنت أسأله، في 2006 يعني كانت نفس الوثيقة لم يتم الالتزام فيها. شو اللي تغير اللي ممكن يتم التزام الوثيقة يتم الالتزام ببنود هذه الوثيقة؟ لم يلتزموا بها. يعني يكفي أني أقول لك على سبيل المثال، إحنا كان الدخول إلى صندوق الاقتراع على سبيل الدخول إلى مركز الاقتراع كان يتم بابين، كنا نسميهم السيوف الخضراء والسيوف الصفراء. يعني على باب القاعة أعلام صفراء من اليمين وأعلام خضراء من اليسار، ويضطر المواطن أو المواطنة المرور من بين هذه الأعلام اللي عاملة قوس فوق راسه كدعاية انتخابية مباشرة لقائمتي فتح وحماس على سبيل المثال. بالإضافة أن هناك كان دعاية انتخابية داخل مراكز الاقتراع، وهناك أشخاص يعني لا يحترمون خصوصية الناخب داخل مقر صندوق الاقتراع وليس فقط في محيطه. هناك كان أشخاص تحمل أجهزة لابتوب وتجلس على باب مركز الاقتراع ويصطادوا الناخبين ويحدد لهم أين يمكن أن ينتخبوا وأين يمكن، وهكذا. ومع ذلك لم يتم المحاسبة لا من قبل لجنة الانتخابات المركزية ولا في كان محكمة الانتخابات نظرت بهذه المسائل. عشان هيك أستاذ زينب من المهم اليوم يعني نسلط الضوء على موضوع يعني ميثاق الشرف الخاص بالانتخابات، وإحنا بنحكي عن كمان تجربة 2006 واحترام نتائج الانتخابات اللي صارت في هذيك الفترة. أستاذ لميس أيضا يعني الميثاق موقع عليه من قبل فصائل العمل الوطني الفلسطيني لكن يخلو من توقيع القوائم الانتخابية الأخرى، برأيك يعني كيف يمكن ضمان التزام سائر القوائم الانتخابية بهذا الميثاق؟ وشو ممكن يكون في مقترحات بهذا السياق؟ يعني هو صار خرج الميثاق قبل ما يبلش يكون في تسجيل للقوائم، صحيح. يعني بالتواريخ اللي هي سبقت التسجيل للقوائم، وبالتالي نحكي اليوم عن 36 قائمة بالضبط، وبالتالي هم اللي كانوا موجودين تقريبا 15 فصيل اللي نزلوا منهم تقريبا 7 قوائم هي الحزبية، في 6 حتى لأنه في نزلوا الحزب والفدا بقائمة واحدة، فهي يعني أكثر هي بتكون موجودة في إطار العمل للقوائم الحزبية أكثر منها للقوائم المستقلة والحركات. ولكن إحنا بننظر إنه يعني هاي الوثيقة المفروض يكون في إلها نشر، المفروض يكون في لقاء اللي يأكد على مضامين هاي الوثيقة واللي يأكد القوائم التزامها لهاي الوثيقة.
بمضامينها بما احتوته، حتى وإن لم تكن هي إلزامية، ولكن هي صفة أخلاقية تجاه العملية الانتخابية وكل المضامين اللي تضمنها العملية الديمقراطية لضمان سريان العملية الانتخابية بالشكل السليم. وبالتالي هو المطلوب الآن أنه يكون في تبني من قبل هاي القوائم لهاي الميثاق، ولا يكون فقط بس حكر على الأحزاب السياسية. طب برأيك أستاذة لميس اليوم شو اللي تغير علينا كفلسطينيين من 2006 لل 2021 من أجل الالتزام بهذا الميثاق؟ احنا في 2006 لم نلتزم به، وشفنا انه عدم احترام نتائج الانتخابات كما تحدثت الاستاذه زينب عن موضوع عدم احترام حتى يوم الاقتراع والاحزاب، كيف اليوم ممكن يكون في تغير بهذا السياق؟ يعني هو القضايا كمان مر عليها كمان 14 سنة كمان هذا كمان له تأثير على النهج الديمقراطي وعلى الرؤية الديمقراطية والقيم اللي بتحملها كمان المواطنين الفلسطينيين اتجاه هاي العملية الانتخابية. أنا بفكر إنه القضايا بتروح أكثر في اتجاه التأكيد على قيم المنطلق الحقوقي بهذا الاتجاه، قديش التأكيد والتأكيد على خطاب القوائم الانتخابية يكون الخطاب الديمقراطي واللي واحترام قيم المساواة والحريات، وبالأكيد التركيز على التزام كما ورد هو في الميثاق على التزام بنتيجة الانتخابات، تجنبا ليكون في أي صراعات مثل اللي حدثت بعد هذا. وهذا كمان وعي المواطنين، يعني أنا بفكر كمان يكون في توجه لوعي الجمهور الناخبين للضغط باتجاه إنه القبول في نتائج الانتخابات، وانه عدم السماح بتكرار التجربة ما مروا فيه، لانه التداعيات الانقسام لليوم عم ندفع ثمنها هي اللي دفعها المواطن بصراحه الفلسطيني اكثر من الاحزاب السياسيه نفسها. نعم. استاذ زينب ايضا، يعني هل ترين ان غياب توقيع القوائم المستقله على الميثاق مؤشر على ضعف التمثيل المجتمعي في الحوارات الوطنيه التي سبقت يعني موضوع تسجيل القوائم وايضا العمليه الانتخابيه؟ يعني عدم التوقيع على كما أشارت أستاذة الفلس هو كان له علاقة بأنه لم تكن اللوحة واضحة من الذي سيترشح من لم يترشح، ومرة أخرى ليس هو التوقيع الذي سيلزم الأحزاب والفصائل والقوائم الانتخابية. كما أشرنا كونها وثيقة أخلاقية التوقيع سبق وقعوا عليها وخرقوا نفس الفصائل، وبالتالي الجماعات الأخرى التي تقدمت للترشح كمستقلين أو حتى منشقين عن أو يعني عفوا أسفل هذا المصطلح أو ناس خرجوا من فصائل وأنشأوا قوائم خاصة بهم، صحيح، إلا أنه القول بأنهم لا يلزمهم لا يلزمهم سوى القانون لا الفصائل ولا هدول، وبالتالي التوقيع يعني كما أشارت الأستاذ لميس هو مسألة الترويج لها نشرها إقناعهم نوع من وضوح صورة أكثر استقراء أفكارهم كيف يمكن أن يلتزموا، ولكن برأيي الالتزام الرئيسي هو يجب أن يكون وفق القانون، لأن القانون يحاسب على من يقوم بدعاية انتخابية خارج الوقت المحدد، القانون أيضا يحاسب على من يخرق فيما يتعلق بتجاوز المبلغ المسموح به للدعاية الانتخابية لكل قائمة، أيضا القانون يحاسب على أي مظاهر من شأنها الاعتداء على مرشحين آخرين قوائم مرشحة أخرى أو التأثير على الدعاية الانتخابية لهم أو القذف والتشهير إلى آخره، القانون يحاسب على كل ذلك. وبالتالي الأصل في هذا الموضوع برأيي المفروض الترويج للمراقبين للناس اللي وقعت على هذا على هذه الوثيقة، عليه على الأحزاب والقوى أن تدربهم جيدا كي يكونوا منتبهين من الآن كيف يمكن فيما في حال حصل خرق لجوهر هذه الوثيقة بما هو يتواءم مع القانون
كيف يمكن تقديم مباشرة شكوى إلى محكمة الانتخابات حتى يتم إيقاف هذا الاعتداء من أي نوع كان. نعم، خلينا يعني نستكمل النقاش أستاذ زينب، بس بدي أتحول للأستاذ لميس. يعني يقال أن الميثاق له قوة أخلاقية وليس قوة قانونية مثل ما تحدثت حضرتكم في هذا الحوار، يعني بمعنى أن التوقيع عليه لا يترتب عليه أي التزام ولا يشكل سبب للمساءلة في حال كان هناك انتهاك لهذا الميثاق. برأيك قديش هنا بتكمن قوة أو ضعف في موضوع هذا الميثاق، إنه هو يعتمد على الأخلاق أكثر من القانون؟ هو يعني هي صفة الأخلاقية بتعطيه صفة الالتزام بالنسبة للقوائم الانتخابية أو للأحزاب والفصائل اللي وقعت على هذا الميثاق. يعني هي ما بتحمل صفة القانون ولكن في صفة الالتزام اتجاه القضايا والمضامين اللي هي عكست أصلا. يعني محاور المواد الميثاق هو عكس مواد القانون واللي أكدت عليه القوانين وجملة القوانين الأخرى اللي خرجت ما يتعلق بالحريات زي ما قلت بالبداية، ومحكمة وتشكيل محكمة الجنايات محكمة الانتخابات متأسفة. وبالتالي فهو يعني ما فيش فيه سلطة إجبارية ولكن هي في صفة الالتزام من وخروجهم الأحزاب أنا بفكر من القاهرة بهذا الميثاق والتزامهم، يعني هذا هو التزامهم تجاه جمهورهم. يعني برأيك شو الفكرة منه؟ شو الفكرة من الميثاق؟ يعني بما أنه في عنا قوانين بالضبط، هو دائما القوانين هي بتحدد وهي لها صفة قوة القانون بالضبط، وهي زي ما تفضلت الأستاذ زينب بما يتعلق تجريم أو أي قضايا أو محاكمات هي تروح في إطار القانون لأنه هذا هو سلطة قانونية وسيادة صحيح. القانون هو هم احترامهم كمان، يعني هم أبرزوا أنه هذا احترام لسيادة القانون وبالتالي وهذا التزامهم اتجاه ما ورد في الميثاق والتزامهم اتجاه بصراحة الشعب. يعني بالتالي يعني مسؤولية مسؤولية. هو ليس إجبار ولكن هذا التزام أخلاقي اتجاه الشعب واتجاه جمهور الناخبين اللي راح يحطوا ثقتهم في هاي القوائم. فبالتالي يعني الخروج بالعلن للشعب هو هذا وكأنه إعلان إن هم ملتزمين بهاي المبادئ، وهم يعني والإشارة لبعض القضايا كمان اللي وردت هي في الميثاقين بحب أذكرها اللي هي القضايا بتتعلق ذكرة في الميثاقين سواء في ميثاق 2005 أو في 2021 القضايا بتتعلق بتشكيل لجنة للمتابعة وهناك في غياب لجنة للمتابعة من مين؟ من نفس الموقعين على في حاليا لجنة؟ لم يتم تشكيل اللجنة في سابقا والآن، وهذا اللي بيعطي الجدية، يعني هنا اللي بيعطي جدية المتابعة تجاه تنفيذ هذا الميثاق من خلال الأحزاب، وبالتالي هنا بيكون في مساءلة تجاههم إنه تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بنود هذا الميثاق. لو في جدية تجاه تنفيذ هذا الميثاق والتزامهم اتجاه شعبهم المفروض يكون في تشكيل والإعلان يعني عن هاي اللجنة في المتابعة. بنود الميثاق بتنص على وجوب تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها صحيح لغاية الآن لا يوجد لجنة. هذا شو بيعكس؟ هذا بيعكس بالضبط زي ما بنقول هلا التزامهم اتجاه الجمهور ولكن هو في شيء جديه. يعني انا باكد على اللي بتحكيه الاستاذه زينب ولكن احنا دائما بنعطي انه يعني الدعم باتجاه هاي المواثيق يجب ان تحترم يعني لانها حتى لو ان جاءت باتجاه اخلاقي ولكنه التزام ومسؤوليه اتجاه جمهور الناخبين والناس راح تعطي ثقتها بالاخر، يعني راح تعطي اصواتها سواء للقوائم المختلفه او صحيح. للاحزاب، وبالتالي هذا جزء من التزامهم اتجاه جمهور الناخبين ومطلوب هلا مطلوبين هم مطالبين بالاعلان عن هاي اللجنه لا يكون في جديه اتجاه يعني الناس تاخذهم اكثر بجديه هاي السنه باتجاه انه يكون في لجنه متابعه الاعلان عنها ليكون في اكثر في نوع المصداقيه كمان بالضبط مصداقيه وتفصيل اكثر لكيف اليات تنفيذ هذا الميثاق. شو رايك استاذ زينب على موضوع انه لغايه الان لم يتم تشكيل يعني لجنه لمتابعه تنفيذ والالتزام ببنود ميثاق الشرف؟ يعني خلينا نقول هم يعني كتر خيرهم خلينا هيك نحكي بالمفهوم العام يسلموا ايديهم وكتر خيرهم انهم قدروا يوقعوا على مثل هيك وثيقه يعني بعد كل هذا الصراع من الخلافات يعني على كثير من القضايا.
لكن قصة بشكل لجنة حنخش مرة تانية، يمكن يلزمهم اجتماعات في القاهرة، يمكن يلزمهم رعاية الآخرين لإلن حتى يقنعوهم يحطوا سين أو صاد أو عين في قلب اللجنة. احنا تعودنا بحاجة صحيح. للأسف صحيح. انه الخلافات دائما هي على المناصب وعلى المراكز ومين له أولوية ومين ما لهش أولوية. نحن نأمل أن تقوم هذه الفصائل بتشكيل لجنة للمراقبة مشتركة للمراقبة على الانتخابات لإلزام بعضهم البعض على الأقل. والسؤال، هل بدها تتشكل من 14 شخص من كل جهة موقع واحد؟ ما هو صحيح. كمان شيء بدك تعومه تشكل له لجنة حسب ما تعودنا حسب تجربتنا. نعم، ولكن اللافت كمان في هذا الميثاق أنه المرة اللي فاتت في 2006 كان في توقيع للدكتور حنان ناصر على هذه الوثيقة أيضا وتم تبنيها. المفروض أستاذ زينب، يعني هذا عفوا على المقاطعة، هذا بدفعني للسؤال عن دور لجنة الانتخابات في موضوع يعني ضمان تنفيذ يعني إجراءات الميثاق. لجنة الانتخابات في 2006 كانت موقعة على هذا الميثاق وكأنه تبنته أيضا وحاولت أنها تدفع باتجاهه. المرة هاي فقط صدر من القاهرة، والمفروض أنه الميثاق موجود عند لجنة الانتخابات يكون وبالتالي يطبع. ولكن كما أشرت، لجنة الانتخابات دورها هون بالأساس هي تنفذ القانون الانتخابي، تنفذ التعليمات اللي صادرة من لجنة الانتخابات وفقا للقانون، الالتزام بحدود القانون. وهي لا تستطيع كلجنة انتخابات أن تلزم القوى في قضايا خارج القانون، يعني هذا مهم. ولكن مطلوب من لجنة الانتخابات الحقيقة أن تقف هذه المرأة بشكل جدي أكثر أمام الشكاوي اللي بيتم تقديمها لخرق قانون الانتخابات، سواء وخرق ميثاق الشرف، لأنه قلنا معظم البنود اتفقنا أنه معظم البنود الواردة فيه هي موجودة تحصيل حاصل داخل القانون الانتخابات، وبالتالي عليها أن تقف جدي من أي شكوى. نعم أستاذ لميس، أيضا في الحديث عن يعني مؤسسات المجتمع المدني اليوم أيضا يعني ودورها في موضوع الرقابة على التزام القوائم الانتخابية بالميثاق، نحكي أكثر عن دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا السياق؟ يعني هي دور مؤسسات المجتمع المدني أكثر بيجي في تسليط الضوء على في الدور الرقابي على العملية الانتخابية، في قديش يكون في توعية بالإجراءات الانتخابية، تسليط الضوء على الإجراءات اللي هي بتعلن عنها لجنة الانتخابات، أكثر نشر القضايا اللي بتتعلق بالقوائم. مزبوط، القوائم الانتخابية بتنشرها لجنة الانتخابات صحيح. ولكن المجتمع المدني كلهم حسب تخصصه بيقدر كمان يبرز قضايا بتتعلق مثلا تمثيل النساء، قديش كان تمثيل الشباب، خصوصا انه كان في اكثر ابراز اكثر لمشاركه الشباب وتضمين والتزام الاحزاب باتجاه انه يكون في اكثر تمثيل للشباب الفلسطيني، بقضايا اللي بتتعلق وين تركزت مثلا تواجد النساء، قديش عدد المقدسيين، هذه الاشياء اللي هي دائما المجتمع المدني بيحاول يشتغل عليه. والابرز اكثر هو في الدور الرقابي كمان فتح باب الحوار مع هاي القوائم الانتخابية عشان إنه يكون في منصة حوارية لا يكون في مواقفهم اتجاه بعض القيم والمبادئ اللي منحاول نعززها كمجتمع مدني في إطار الدولة الفلسطينية اللي إحنا كنا مننظر لإلها، المبنية على النهج الديمقراطي وسيادة القانون وفصل السلطات ومبدأ الحريات والقيم المدنية اللي بتحفظ حقوق المواطنة بهذا الشكل. فهي هاي المقارنات، الدور الرقابي كمان، التوعية بقضايا وبشؤون اليوم الانتخابات. ممكن كمان مؤسسات المجتمع المدني أن تلعب يعني دور أيضا في موضوع تسليط الضوء على من مثلا لا يلتزم بميثاق الشرف من خلال الرقابة. من خلال الرقابة اللي بتشتغلها، اللي يعني بتلعب دور كبير مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، وبالتالي هي بتبدأ من فترة الحملات الانتخابية، الدعاية الانتخابية، حتى يوم الصمت الانتخابي، وبتكمل تستكمل الرقابة
الرابع يوم الصمت الانتخابي عشان يكون إذا تسجل فيه حالات اختراق مثلا إنه استكمال في دعايات انتخابية في هذا اليوم اللي لازم توقف قبل بيوم من الانتخابات، ويوم الاقتراع كمان بيكون في رقابة وبتسلم تقاريرها بكل المخالفات. بس اليوم في ممكن تحديات كبيرة بخاصة اليوم في عالم السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. ما هي كمان حتى مؤسسات المجتمع المدني عم دورها كمان بتطور في هذا المجال، يعني عم بتوسع دورها في مجال حتى القضايا اللي بتتعلق بالسوشيال ميديا، لأنه كمان كان التأكيد عليها كثير في القوانين، وبالتالي كمان أكدوا عليها هم في الميثاق، وفي كثير من البرامج والأنظمة اللي هي بتشتغل عليها لرصد الخطاب، خصوصا خطاب الكراهية، القضايا اللي بتتعلق بالاعتداءات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فكلها بتوظفها بإطار الرقابة على وسائل الإعلام وعلى العملية الانتخابية. طيب. أستاذ زينب، اليوم برأيك هل يجوز للقوائم يعني الانتخابية العدول عن بعض ما ورد في الميثاق، كما حدث إبان صمت الفصائل السياسية عن عدم إدخال تعديلات طالب فيها بيانها المشترك في قانون الانتخابات كالاستقالات وسن الترشح وتمثيل المرأة ويعني الرسم الانتخابي بشكل عام؟ بالتأكيد لا يحق لهم العدول، خاصة كما أشرنا قبل قليل المسألة ليس مرتبطة بتوقيعهم بقدر ما حسب النصوص الواردة في هذه الوثيقة وارتباطها بالقانون. القانون يلزم كل القوائم الانتخابية الالتزام بنصوصه، ومن يخرق نصوص القانون سوف يحاسب، وبالتالي ليس من حقهم. يعني لم يعد هناك مسألة اسمها مطلب الاستقالات، انتهى في قانون الآن، هم رفعوا توصية ولم يتم الاستجابة لها، وبالتالي لا يعني عدم الاستجابة وعدم صدور قانون يحدد موضوع الاستقالات كما رغبهم أنه الناس تظل في مراكزها ما تستقيلش وتروح تترشح كمان للانتخابات، إذا هذا الموضوع لم يتم الاستجابة له ولم يتم التعامل معه، وبالتالي لا يجوز لأي من المرشحين على هذه القوائم أن يبقى في منصب، لأنه إذا بقي في منصب لجنة الانتخابات مش هتقبل، بمعنى لأنه وفق القانون لجنة الانتخابات قبلت القوائم وفق القانون قوائم المرشحين، وبالتالي انتهت هذه مسألة الاستقالات. مسألة تمثيل المرأة، لو كان هناك حد أدنى في القوائم لتمثيل المرأة حول ما قرره القانون كانت لجنة الانتخابات سترفض القائمة، وبالتالي تم الالتزام بغض النظر التزمت القوائم في منها بالحد الأدنى الذي قرره القانون هو 26%، وفي قوائم زادت على ذلك. هلا لجنة الانتخابات رحبت بمن زاد أيضا على ذلك ولم تعترض، ولكن من قلل من وجود النساء لم تقبلها، وبالتالي هناك العملية تتراوح بين هذا وذاك. هذه مسألة. المسألة الثانية فيما يتعلق بالتزام القوائم الإجباري بما قرره القانون كما أشرت، لأن هناك محكمة انتخابات وهناك وهنا تبدأ لعبة المراقبين كما أشارت أستاذة لميس للمجتمع المدني أو مراقبي الأحزاب نفسهم، من حق القوائم أنها تكون لها مراقبين ويكونوا صحيين، لأنه هم إذا ما انتبهوا على كل الخروقات التي يعني أي قائمة لحزب سياسي أو لمجموعة اختارت أن تنزل الانتخابات أن تترشح الانتخابات، إذا مراقبيها لم ينتبهوا لأي خرق من قبل الآخرين فهم اللي حيخسروا بالآخر. يعني انتوا حتخسروا الاخر اللي عم بيخرب. طب استاذ زينب، اليوم برايك يعني البيئه الفلسطينيه الحاضنه اليوم للعمليه الانتخابيه، برايك هذه البيئه اليوم قادره فعلا على تجاوز تجربه العام 2006 فيما يتعلق باحترام ميثاق الشرف، فيما يتعلق باحترام نتائج الانتخابات؟ كيف عم بتشوف اليوم المجتمع الفلسطيني يعني بعد سنوات طويله من الانقسام وانعكاسات ذلك، وايضا كل ما يعني القى بظلاله على العمليه الديمقراطيه هنا في فلسطين؟ يعني بداية البيئة الشعبية الحقيقة هي داعمة وحاضنة، البيئة الشعبية، لأنه الناس فعلا لم تعد قابلة باستمرار هذا الوضع، والناس شاعرة أنه استمرار حالة الانقسام السياسي والجغرافي عم بيأثر على مصالح الشعب بالدرجة الأولى،
وبالتالي هم فعلا جاهزين كبيئة شعبية يكونوا حاضنين لنتائج الانتخابات والإقرار فيها. ولكن المسألة الواقعية اللي احنا عمال بنعاني منها انه ليس الشعب هو صاحب الإرادة المطلقة في هذه المسألة للأسف، لانه هناك القوى السياسية، هناك من يملك القوة ومن يملك المال ومن يملك السلاح ايضا والنفوذ، لانه عندما لم يتم القبول بنتائج انتخابات 2006 تكلم السلاح للأسف في الشوارع، وبالتالي للقوى الجبارة وصاحبة. ولا ننسى أيضا أن هناك الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي سيكون أيضا لاعب طبعا أساسي في هذه الساحة، وهو ليس بيئة حاضنة لنتائج الانتخابات أيا يكن الأمر، لأنهم لا يريدوا الاستقرار للساحة الفلسطينية، وبالعكس هم مستفيدين من حالة الانقسام ومستفيدين من حالة التشتت، ومستفيدين لأنه استمرار هذا الوضع ينتعش به الاحتلال. وبالتالي يعني بديش أكون متشائمة، ولكن نحن نضع العبء كله على الحاضنة الشعبية وعلى مؤسسات المجتمع المدني اللي ممكن تكون داعم قوي لنتائج الانتخابات، ونأمل أيضا ونأمل ونتمنى على أطراف الانقسام كلها بغض النظر عن يعني نسبتها في تعميق القائم، نتمنى عليهم أن يصدقوا هذه المرة القول، ويصدقوا الشعب ويصدقوا جمهورهم بأنهم جاهزون لقبول النتائج أينما كانت طبيعتها. نعم أستاذ لميس، اليوم يعني في ظل المعطيات اللي ذكرتها الأستاذ زينب وكل التداعيات، يعني بعد سنوات طويلة من الانقسام، الاحتلال لاعب أيضا أساسي في تخريب العملية الديمقراطية، اليوم برأيك شو المطلوب من أجل أن يكون هذا الميثاق، ميثاق الشرف، يعني ملزم حتى لو بقوة الأخلاق وليس بقوة القانون، وضامن لاحترام نتائج الانتخابات، يعني وعدم العودة مرة أخرى يعني الصراع على السلطة وما إلى ذلك؟ يعني هو زي ما أشارت الأستاذ زينب، ما دام في تعطش شعبي لهذا لموضوع الانتخابات، وفي قضايا كمان الانتخابات هي بتبرز القضايا تتعلق بمواجهتنا وصراعنا مع الاحتلال اللي مش عم بيكون له نهاية، وإحنا في وضع جمود بصراحة من حيث التفعيل بما يتعلق بالعمل بالقضية الفلسطينية. صحيح. سواء داخليا أو خارجيا، ومسألة القدس اللي عم نواجه فيها إشكاليات وانعقاد كمان الانتخابات في القدس والتحديات اللي عم بتكون، فهو المحرك الأساسي والدافع بعيد، يعني حتى لو مش من خلال الميثاق، هو التزام اتجاه القضية الوطنية الفلسطينية واتجاه الانتماء لقيام دولة فلسطينية مستقلة. فهي هذا الشعور الوطني هو النامع بالأساس اتجاه التزام هاي الأحزاب والقوائم حتى، يعني باتجاه المشروع السياسي الفلسطيني، لأنه إحنا في مرحلة كتير بدي أقول مش معطلة، ولكن هي جمود وعندنا أجيال عم بتكون كتير عم بتواجه كتير من حالات الإحباط. صحيح. وكمان في عنا جيل كمان لم يخوض كمان تجربة الانتخابات. بالضبط. وبالرغم من حالة الإحباط اللي صابت كتير من الجيل الشباب، لأنه لم يتناولهم القانون وحدد السر سن الانتخاب ب 28. صحيح. يعني بالرغم من قديش كان في ضغط من قبل المجتمع المدني لا يكون في رفع القيد حتى عن سن الترشح، ولكن بقي في إطار 28. كمان كان في كتير يعني خلينا إحباط عند الشباب كمان، إنهم هم خارج عن العملية بس هم كناخبين وليس في إطار المشاركة في صنع القرار وفي قيادة المشروع السياسي الفلسطيني. ولكن أنا بقول إنه كمان تكرار وتشكيل القوائم وتكرار بعض الوجوه في بعض القوائم
هذا كمان عمل إحباط عند بعض الفئات من الناس غير الشباب، بدليل أنه راح يكون وكأنه تكرار، وإحنا رايحين باتجاه التغيير. يعني في طموح عالي اتجاه انعقاد الانتخابات لتجلب التغيير للشعب الفلسطيني لقضيته، وللبدء في المساهمة في عملية صحيحة لبناء مؤسسات الدولة اللي إحنا كلنا بنطمح فيها. مزبوط، أنا حكي بكتير في أمال وطموح، ولكن هو هذه المشاعر الحقيقية اللي بننظر لإلها اتجاه هاي العملية الانتخابية. التعطش للانتخابات هو ليس فقط بس مجرد إجرائي، وإنما هو لأنه في بعد تغيير باتجاه سواء على مستوى المشروع السياسي أو حتى على المستوى المجتمعي النظام الفلسطيني. يعني إحنا طبعا نتمنى كمان إنها تجري الانتخابات في موعدها في 22 من أيار القادم، وأن لا يشكل أي ملف شماعة لتأجيل هذه الانتخابات. أستاذ زينب، أيضا اليوم برأيك شو المطلوب من أجل يعني أن يكون ميثاق الشرف الخاص بالانتخابات ضامن للعملية الانتخابية، ضامن لهذا العرس الديمقراطي، وأن لا تكون هناك تجربة أخرى تعيد ذاتها كتجربة عام 2006؟ يعني بدي أختصر بجملة واحدة، نرجو أن يكون من وقعوا على هذا ميثاق الشرف شرفاء وأصحاب كلمة حق، يحترموا كلمتهم ويحترموا توقيعهم، هذا هو المطلوب. يعني غير هيك ما فيش أي ضمانة. الضمانة الثانية هو أن تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتطبيق القانون والإشراف على تطبيقه ومحاسبة كل من يخرق القانون، هذا كمان مسألة مهمة بهذا الموضوع. غير هيك ما في ضمانات الحقيقة، يعني عدا عن ذلك لا يوجد أي ضمانات. تخيل يعني أنت لخصت فعلا يعني ما هو مطلوب. بدي أشكرك الأستاذة زينب الغنيمي، باحثة ومستشارة قانونية وأيضا مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، كانت معنا عبر سكايب من قطاع غزة. شكرا لك على هذه المشاركة. أستاذة لميس، بدي أختم معك أيضا اليوم برأيك شو المطلوب من أجل أن يكون هناك احترام للعملية الديمقراطية وأيضا الالتزام بميثاق الشرف؟ يعني أنا بدي أكد على اللي اختتمت فيه الأستاذة زينب الغنيمي، يعني هو ما فيش سلطة قانون على ميثاق شرف، ولكن هي في قيم ومبادئ وأخلاق. صحيح. هي بتلزم الموقعين على هذا الميثاق، وهي الضمانات لتنفيذه هي في إطار ليس قانوني، ولكن هو في إطار احترام القانون واحترام مبادئ والقيم الديمقراطية اللي نشأت عليها هاي العملية الانتخابية. نعم، مديرة برنامج حوار السياسات والحكم الصالح في مؤسسة مفتاح الأستاذة لميس الشعيبي، شكرا لك على هذه المشاركة. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.